موجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تي في، أهلا بكم. في ختام زيارة قادته إلى عدد من الدول الإفريقية، ترأس الملك محمد السادس ورئيس الغابوني علي بانغو أونديمبا يوم أمس بالقصر الرئاسي بليبروفيل حفل توقيع على شراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون في مجال الأسمدة. المشروع يهدف إلى إنتاج أسمدة فعالة من الفوسفات والأمونياك ملائمة لخصوصيات مختلف النظم الإيكولوجية للأراضي الإفريقية ومماثلة للأنظمة الإيكولوجية الموجودة في قارات أخرى، وأكد تثمين المؤهلات الفلاحية لفائدة التنمية البشرية المستدامة. في موضوع آخر، جدد المغرب على لسان وزيرة المنتدبة لدى وزير شؤون الخارجية والتعاون بركة بوعيدة أمس في روما التأكيد على استعداده لتقديم دعمه للجهود الإقليمية ودول رامية إلى مساندة عملية الانتقال السياسي في ليبيا. وشددت بوعيدة في كلمة ألقتها أمام المشاركين في المؤتمر على أنه أخذا بعين الاعتبار العلاقات العريقة والتاريخية القائمة بين البلدين، فإن المغرب انخرط بحزم إلى جانب الشعب الليبي من أجل تحقيق تطلعاته الشرعية نحو الديمقراطية والحرية. أكد أمين لحلو محامي كريم زاز المدير العام السابق لشركة اتصالات توانا لشوف تي في أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين سبعة قرر في جلسة الأمس إحالة وكيله رفقة آخرين على قد التحقيق قصد تعميق البحث معهم مع المتابعة في حالة اعتقال بالسجن المركزي عكاشة دون أن يحدد موعدا جديدا للنظر في القضية التي يتابع فيها. وأضاف الحلو في اتصال هاتفي مع شوف تي في أن زاز الذي يتابع رفقة 11 متهماً آخرين بتهم تتعلق أساساً بتكوين عصابة إجرامية وتهريب مكالمات دولية والتزوير واستعماله، تشبث ببراءته طوال التحقيق مؤكداً أن لا علاقة له بما نسب إليه من تهم. في الخبر الدولي ومن العراق، حيث قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات بانفجار 6 سيارات مفخخة وهجمات مسلحة في مناطق متفرقة في العراق حسب ما أوردته وكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر أمنية وطبية. الهجمات تأتي عقب مقتل 21 شخصا في سلسلة تفجيرات وهجمات مسلحة في بغداد، هذا وتشهد مناطق متفرقة في عموم العراق منذ مطلع العام تصاعدا في أعمال عنف هي الأسوأ التي تشهدها البلاد. ختاما وفي شأن الاقتصاد، عزز كايتشا بنك المجموعة البنكية الإسبانية الثالثة من حيث الرسملة السوقية وجوده في المغرب بافتتاح فرع له بطنجة وهو الثاني في المملكة. هذا البنك الإسباني وفي بلاغ أوضح أن كايتشا بنك وبعد مدينة دار البيضاء أضحى أول مؤسسة مالية إسبانية تعمل بهذه الجهة الواقعة شمال المغرب، حيث تتواجد أزيد من 250 مقاولة إسبانية. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الإخباري نهار سعيد، في أمان الله.